تدخل الطيارة وقبل ما تركب الطيارة وتستقلها بتفكر انه اتأمنت ولا ما اتأمنتش؟ يعني هل بيراودك هذا التفكير؟ هل السؤال ده بيجي في دماغ حضرتك؟ وحضرتك طبعا موضوع تأمين الطيارات وتفتيش على الطيارات له شقين، شق منهم فني له علاقة بالمنظمة الطيران العالمي ووزارة الطيران المدني والشركات المؤمنة نفسها المستخدمة نفسها للطيارات، وشق تاني أمني مسؤول عن بتشترك فيه القوات الأمن ومعاها الطيران المدني. لو اتكلمنا على الطيران التأمين الفني اللي هو خاص بالطيارة نفسها، الطيارة المفروض ما بتطرش إلا ما يكون عليها تفتيشات ساعتية ويومية وأسبوعية. ساعتية يعني كل ساعة؟ كل ساعة. يعني قبل الطلعة بساعة بمعنى أصلا. قبل الطلعة بساعة. وفي كل طيارة عاملها لها السجل اسمه لوك بوك للطيارة، من ساعة ما طلعت من المصنع إلى أن تخش الهناجر بعد كده ريتن أوف. مكتوب فيها كل التفتيشات اللي حصلت عليها، كل الاعطاب اللي حصلت ليها، وطريقه اصلاحها، ومين كان مسؤول عن اصلاحها، ومادي وماضي ومعتمد كده. زي تاريخ مرضي كده للبني ادم بالظبط يا فندم. يعني حتى قعدت 20 سنه زي ما قالوا في الطياره دي عمرها 18 سنه، فده ما يعيبهاش في شيء، لان كل قطعه في الطياره بيتحصل عليها تغيير وتيست في التوقيتات الزمنيه بتاعتها. فديت ما نقلقش يعني منها خالص. مساله عمر الطياره ما لهاش علاقه يعني خالص، لا تدل على كفاءتها او لا يعني تكون بتتجدد الطياره بالعمر الافتراضي. وفي حتت برضو حركه فنيه احب اقولها للجمهور، ان الطياره مش لازم الحصل يعطل فيها عشان يتغير الجزء بيتغير بعمره الزمني. يعني الجزء ده عمره 60 ساعه، الطياره طارت 60 ساعه او قعدت على الارض وطارت منهم 20 ساعه، الجزء هيتغير برضو لانه خلاص مر عليه زمن 20 ساعه. دي بالنسبه للجانب التقني. تمام. لو قلنا الجانب الثاني اللي هو الامني، طبعا هيتكلم عليه سياده العميد حسين. طيب. بس انا عايز اوضح فيه برضو ان انا بقى بعد مطمن ان انا في تفتيشات انا عارف انها بتتم كناحيه بالاكس راي اللي بتخش فيه على الاشخاص بشنطهم، والاكس راي بيخش عليه الشنط بعد ما عمل لها بوردنج في السير، وبتخش تاني على الاكس راي تاني قبل ما تخش على الطياره، وبالتالي البني ادمين نفسه بيفتشوا. طب الخطوات